شيخنا الأخ عبد الله والأخ علي في كلامهم شيء من استحكام الوسواس، فهل من توجيه لهما؟ الأول الأخ علي بتخاصم هو وأخيه، ثم لما قالت أمه كلمة قالت وش الطوع اللي توه جاك يعني فجأة، فقال هل هذه تصل إلى كلمة كفرية؟ وكذلك عندها عندما يخطف تكبيرة الإحرام ويعيدها مرة أخرى فيقول غير من وقفتي، فهل هذا يؤثر ويدخلني في الكفر؟ يعني مثل هذه الأمور الشكوك التي تكون على الإنسان، فيرى ويسمع ويلاحظ كل شيء ويتوقع أنه يدخل في الكفر ويخرج من الإسلام. لا حول. أولا على المسلم وعلى الأخوين أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من الاستعاذة، وأن يدعو الله عز وجل أن يصرف عنهم الشيطان ووسوسته. ثانيا، أي أمر يحكم عليه الإنسان بالكفر والشرك ويجعله كفرا وشركا وهو جاهل، هذا من القول على الله بغير علم، فيحذر الإنسان. فأمك تسألك عن تدينك وتطوعك، ما قالت ولا طعنت في الدين ولا سخرت من الدين، فاحذر أن تطيع الشيطان ووسوسة الشيطان ثم تأتي بأحكام. قضية أنك حركت قدمك أو فعلت في صلاتك وتريد أن تجعل الشرك، فهذا والعياذ بالله من الطوام الكبرى، فاحذر ثم احذر ثم احذر. وقبل أن تدخل في هذه التفصيلات تب إلى ربك من طاعة الشيطان. أهل العلم يقولون سبب الوسوسة جهل في العقل، جهل في الشرع وخبل في العقل وغلو، ولعلك أنت باب الغلو عندك، وهو الذي يأتي بالمصائب، يجعل الإنسان يجعل نفسه دخل في الشرك والكفر ويكفر غيره، كما وقع الخوارج في تكفير المسلمين، وفي هذا التكفير قتلوا المسلمين، حكموا علينا وعلى جنودنا بأننا كفار، فبدأوا يقتلون في المسلمين، ونحمد الله عز وجل الذي وفق ولاة أمرنا وكفوا شرهم عنا، حفظ الله ولاة أمرنا وجزاهم الله خير الجزاء. فأنت عندما تدخل مع هذا الباب الشيطاني الكبير لا تستطيع أن تخرج، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله، وعليك أن تذهب من فعل الأسباب إلى الطبيب النفسي وتأخذ حبوبا. وهي رسالة لك ولي ولكل من يشاهدنا، العلاج ليس عيب، الذهاب للطبيب النفسي ليس عيب، ونحن في بلادنا والله الحمد الطب درجات عالية بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا، والأطباء موثوقون، الأطباء من بلدنا ومن خارج بلدنا، من المسلمين ومن غير المسلمين، كلهم ثقات، كلهم على خير وحرص، ونظام وزارة الصحة بفضل الله عز وجل، وتقدم الوزارة الجهود الخيالية. لماذا نستحي أن نذهب لنتعالج؟ لماذا نخاف من الناس ولا نخاف من الله؟ أنت الآن تريد أن تكفر أمك وتريد أن تكفر نفسك، وهذا أمر عظيم. أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، العلماء الجهابذة، العلماء من السلف والخلف الجهابذة، تكفير المعين فلان كافر هذه لا يتجرؤون فيها، ووضعوا لها شروطا ووضعوا لها موانع، وهذه التي يستنبطها العلماء الكبار والتي يحكم بها المحاكم. ليس أنت وأنا في بيتك وتحكم على أمك وعلى نفسك وعلى الآخرين، أو يأتي إنسان ويتكلم أمام الناس ويكفر الناس، هذا كله باطل، هذا كله لا يجوز، فاحذر. الأخ السائل أيضا الثاني، يجب أن تحذر أخي وفقك الله، وما قلته لمن سبقك هو لك ولي ولكل من ابتلي بهذا الداء، وحقيقة هذا داء أسأل الله عز وجل أن يصرف عنكم ويكشف ما بكم. اعبدوا الله بما شرع الله وبما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله بما قال الله وقال الرسول وأجمع عليه العلماء، لا تأتوا بأفكار شيطانية وتنزلونها على الناس وعلى أنفسكم، لا تقرأوا في مواقع الأنترنت ثم تأتوا تحكموا على الناس، احذروا من ذلك. المصيبة الآن يا شيخ فيصل والكلام للإخوة والأخوات،
أن من ابتلي بهذه الوساوس يتجه إلى القراءة في الأنترنت وينزل المسائل على نفسه، وبعض الإخوة من غير الموسوسين ومن بعض الأخوات من غير الموسوسات يدخلون في فتاوى يريدون شيء يشابههم، ثم يأتون ويقولون للأسف هذا الجواب ينطبق عليه فينزل، وإذا به فاهم للسؤال خطأ وواقع في خطأ كبير. فأحذر يعني من ابتلي بالوسوسة، وأحذر من لديه مسألة. ولا الحمد بلادنا هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العلماء متوافرون كلهم للإفتاء، برامج مباركة مثل هذا البرنامج كلها للإفتاء. أما أن ينزل الإنسان على نفسه ويبدأ يتكلم على نفسه فهذا كله من الأمور المحرمة. وأحذر من ابتلي من الوسوسة ألا يهمل نفسه وأن يذهب إلى طبيب النفس ويأخذ علاج ويبذل الأسباب، وقبل ذلك يدعو الله ويكثر من الاستعاذة.